في النادي. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثالث للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي وعمر 3 سنوات، متابعة لمسافة 1400 متر بمشاركة 10 جياد، اندفاع قوية للجياد، محاولة لخطف الصدارة من الآن من خلال صارة أبها للمدرب هادي الرمزاني، منكسادة مروط الجريان والخيال فالح بوغنيم، ومتابعة من الجهة الخارجية لرقم 3 سورة من رأى، متابعة إبراهيم سعيد المالكي، ملك الشيخ فيصل بن حمد الثاني، والخيال جيمي كوين إلى المركز الأول، الشعار الأحمر المركز الثالث الآن، وتقدم ومحاولة من نهاب في المركز الثالث مع ستيفان لجاج أيضا مع إبراهيم المالكي. إذن إبراهيم المالكي في المركز الأول والثالث، بينما هادي الرمزاني مع صارت أبها في المركز الثاني. المركز الرابع أيضا مع إبراهيم المالكي من خلال رقم 1 لوك أدمي وإدواردو بيدروزا. الجياد الآن عند الانعطاف قبل الأخير باتجاه الانعطاف الأخير، ولازلنا نتابع سرة من رأى وجيمي كوين في الصدارة للشيخ فيصل بن حمد الثاني، متابعة قوية أيضا في المركز الثاني لرقم 2 نهاب وستيفان لجاج، المدرب إبراهيم المالكي أيضا متواجد في المراكز الثلاثة الأولى، بوسعيد في المراكز الثلاثة الأولى حتى الآن، والتوجه للخط المستقيم وآخر 300 متر سرة من رأى وأبرز الترشيحات إلى المركز الأول رقم 3 وتوسعة الفارق. نهاب في المركز الثاني محاولة قوية من ستيفان لجاج، ولكن رقم 3 سر من رأى أشكر والعين ترى، سر من رأى في الصدارة فعلا إلى المركز الأول. تهانينا للشيخ فيصل بن حمد. إذن هنا النتيجة النهائية ورسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط الثالث. المركز الأول والصدارة لرقم 3 سر من رأى، المدرب إبراهيم سعيد المالكي، ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم من ثاني الثاني، والخيال جيمي كوين في ثاني المراكز، لرقم 2 نهاب لإبراهيم المالكي وملك السيد محمد عبد الله عبد الملك، والخيال ستيفان لجاج. المركز الثالث لرقم 1 لنفس المالك لوك أدمي، إذن للسيد محمد عبد الله عبد الملك والمدرب إبراهيم المالكي والخيال إدواردو بيدروزا. المركز الرابع لرقم 10 في هذا الشوط مع صارت أبها، المدرب هادي ناصر راشد الرمزاني، ملك السادة مربط الجريان والخيال فالح بوغنيم. خامس المراكز لرقم 9 انسجام، المدرب جاسم الغزالي، ملك السادة مربط إنجاز والخيال جيبي جيامبر. ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط، وبانتظار بقية أشواط هذا المساء فابقوا معنا.